لما ولدت وأزهرت بك يثرب من مثلها إلا التي هي أمها هي بنت فاطمة فمن يستغرب وحفيدة هاد النبي محمد وكفاه فخرا من لأحمد ينسب وأبوها مولى المؤمنين فما ترى ستكون زينب والأمير هو الأبو أخواها سقط المصطفى هل من لها أخواها سقط المصطفى هل من لها إخوان مثلهما بمجد تغلب لو غير فاطمة تراها أنجبت شمسا كزينب عند ذلك ستعجب أفضل الصلاة مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على زينب الكبرى الصديقة الصغرى الزكية الحوراء عقيلة الطالبين نشأت زينب بنت أمير المؤمنين في بيت العلم ومهبط الوار عاشت في أحضان أبيها علي وأمها فاطمة وجدها النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يروى أن الإمام الحسين عليه السلام إذا زارته زينب يقوم إجلالا لها ويجلسها في مكانه ويكفي في جلالة قدرها ما يروى في الأخبار أنها دخلت على صفط النبي فوضع القرآن على الأرض وقام إجلالا لأخته زينب وخاطبها الإمام زين العابدين عليه السلام أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة ويروى أنه في ولادتها جاءت بها أمها الزهراء إلى أبيها أمير المؤمنين فقالت له سمي هذه المولودة فقال ما كنت لأسبق النبي فقال
فقال له النبي ما كنت لأسبق ربي. فهبط الأمين جبرائيل فقال له يا محمد سمي هذه المولودة زينب. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام لاستقبال حفيدة سيد الأنام النبي. وكانت مدة حملها 9 أشهر وكانت أمها فاطمة لا تجد وجعا ولا ألما ولا تشعر بثقل الحام بل تجد خفة واتساعا. ولما كان في يوم 5 من شهر جماد الأول إذ شاحت الأنوار من دار أمير المؤمنين وإذا بفاطمة قد وضعت بزينب الكبرى أفضل الصلاة والسلام عليك ورسول الله محمد وآل محمد صلوات على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.